بطريرك الأقباط الكاثوليك يتفقد أعمال الإنشاءات الأخيرة لمشروع النادي الإبرشي، ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تفقد يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو الجاري غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك أعمال الإنشاءات الأخيرة للمشروع الخاص بنادي الإبرشية البطريركية. جاء ذلك بحضور الأب باسكوالي راعي كنيسة الملاك ميخائيل، والأب كيرولوس نظيم مسؤول مكتب دياكونية للتنمية، والأستاذ رامي ماهر المدير التنفيذي للمكتب الإبرشي، وأعضاء مكتب الكرمة المشرف على مشروع النادي الإبرشي، والأخوات الراهبات. تضمنت الزيارة اطلاع غبطة البطريرك على أعمال الإنشاءات الأخيرة، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين والقائمين على هذا المشروع بالتهنئة لاقتراب خروج هذا الصرح الكبير إلى النور، مختتماً الزيارة بالصلاة ومباركة هذا المشروع. والجدير بالذكر أن النادي الإبرشي يحتوي على عدة خدمات متنوعة، ومنها منطقة مخصصة لجلوس العائلات وأخرى للأطفال، وملعب لكرة القدم، وغيرها من الخدمات المتميزة التي يقدمها نادي الإبرشية البطريركية.